اليوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول من عام 1973، أربعة أيام فقط قبل العبور العظيم. كانت الصحف المصرية لا تزال تسلط الضوء على التوتر المتصاعد بين النمسا وإسرائيل، حيث تناقلت الأنباء عن تمسك مستشار النمسا برونو كرايسكي بالقرار الذي اتخذه بإغلاق مركز تجمع اليهود في النمسا المهاجرين إلى تل أبيب. وفي إسرائيل عقد الكنيست جلسة طارئة لمناقشة حادثة اختطاف عدد من اليهود وقرار النمسا غلق مركز تجمع المهاجرين. احتدت المناقشات في الكنيست، ألقيت الكلمات الغاضبة وسط مطالبات بضرورة البحث عن بدائل لمراكز هجرة أخرى في دول أوروبية غير النمسا. بدا وكأن الأزمة النمساوية تستحوذ على جزء من انتباه القيادة الإسرائيلية. الأنظار كانت تتجه هناك وسط طمأنينة من الجبهة المصرية الهادئة. أما في مصر فقد بعث إسماعيل فهمي وزير السياحة في مهمة خاصة إلى فيينا لمقابلة مستشار النمسا كرايسكي، حاملا إليه رسالة من السادات يثمن فيها موقفه ويعلن فيها تضامنهم معه في إغلاق الباب أمام تسهيل الهجرات إلى إسرائيل. وبدأ أن خطة الخداع الاستراتيجي تمضي في طريقها. الاهتمام يتزايد بإبراز الأخبار الدبلوماسية والزيارات المكوكية التي يقوم بها مسؤولون مصريون إلى عواصم غربية. كان الغرض صرف نظر العدو الإسرائيلي عن أي تحركات عسكرية يفكر فيها المصريون الذين يبحثون عن المساعدة السياسية والدعم الدبلوماسي من الخارج. إلى جانب ذلك كله، أعلنت الأخبار الفنية قيام الفنان حسين فهمي بطل خلي بالك من زوزو بتصوير فيلم جديد بعنوان الهارب. وفي المسرح لا تزال مسرحية الفنانة تحية كاريوكا نام نيام تتصدر إعلانات الصحف. وفي الرياضة تحدثت الأخبار عن اشتراك حسن شحاتة مع الزمالك أمام الاتحاد في مباراة مهمة الجمعة. كان الصراع الكروي بين الأهلي والزمالك يشتعل، اتجهت الأنظار إلى مباراة الجمعة. انتظرت الجماهير البيضاء فوز فريقها، انتظرت الجماهير الحمراء خسارة المنافس لقب الدوري. لم تنتبه إسرائيل ولا غيرها لما يدور هنا، في حين كانت القيادة المصرية تستعد لمفاجأة العبور الكبرى بعد أيام قليلة.